هذا البرنامج برعاية هيئة الحكومة الإلكترونية. يا اهلا ومرحبا فيكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامج الايشو اللي يطلع عليكم كل يوم سبت الساعه 9:30 مساء بتوقيت مملكه البحرين على شاشه البحرين. يا اهلا ومرحبا فيكم مشاهدينا. دخول بعض الامور الجديده في حياتنا امر ما يخفى عليكم، خصوصا لما يتعلق بالتكنولوجيا وتطورها ويكون هو السبب وراء هذا التغيير. اليوم راح نتكلم عن وسائل تخزين المعلومات وشلون تطورت مع الزمن. خلينا نشوف فقراتنا مع اللودينج. في فقرة سكتش راحة الملفات، آخر أخبار التكنولوجيا في برنت سكرين، في يوزرز موهبة بحرينية جديدة في مجال التصميم، كواليس جوجل في يوتيوب، في هيستوري راح يعرفنا حسن على تاريخ تخزين الملفات، مستقبل فلاش ميموري في ذا ليتست. طبعا اكيد حسن كثير من المشاهدين يتذكرون الفلوبي ديسك ومساحه تخزينه، واكيد يتذكرون ايش قد استانسنا اول ما طلع الفلاش ميموري وشفنا ان في مساحه تخزين اكبر. اكيد اي والله فعلا صدق استانسنا لما نزل جهاز صغير يشيل معلومات باحجام كبيره، لما وصلنا ايضا للفلاش ميموري اللي يشيل 64 ميجا بايت، وصلنا للاحجام الاكبر والاكبر مع التيرا بايت. بالفعل حسن، يعني هذه الادوات صارت تساعدنا كثير في تقليل مساحه التخزين، صار كل شيء الكتروني. بس فاطمه، هل هذا الشيء سلبي ام ايجابي؟ خلونا نشوف السكتش ونرجع لكم. إذا كانت عندك أوراق كثيرة، إذا كانت عندك ملفات كثيرة، حان الوقت للتخلص من هذه الفوضى وترتيب كل ملفاتك. أول خطوة، قم بجمع ورمي جميع الأوراق التي حولك، واحذفها بعيد. إيش قاعد يسوي اللي قاعد يجمع قواطي؟ أكيد قاعد يجمع قواطي. الآن اذهب إلى مكتبك واجلس بكل ثقة وافتح جهازك وابدأ العمل. أنا ما لي علاقة بالموضوع. خبزاً خبسته، اكله.
يعني ايش رايكم، هل تخزين كل شيء بشكل الكتروني يعتبر شيء ايجابي او سلبي؟ يعني مثل ما شفنا قصه الريال خسر كل معلوماته وفايلاته بسبب ان الجهاز اخترب. بس انا اعتقد حسن ان هذه حاله فرديه، يعني ما يمكن نعمم التجربه السلبيه على كل استخدامات الفلاش ميموري. بالعكس، يعني هذه الادوات ياما سهلت علينا وقللت مساحات التخزين، بالعكس هي مفيده جدا. يعني يمكن بس الشخص المفروض المعلومات اللي هالقد مهمه يحاول يخزنها في أكثر من مكان. فعلاً هذه نقطة وايد مهمة ولازم المشاهدين يحطونها في بالهم. أكيد مشاهدينا لا تنسون هذه المعلومة. خلونا ننتقل لفقرة فرنت سكرين. مشاهدينا وصلنا لفقرة فرنت سكرين ونتعرف فيها على آخر الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا. بيعت نسخة أصلية من جهاز أبل وان تعود لعام 1976، وهو واحد من 6 أجهزة من هذا النموذج لا تزال تعمل، بيعت بأكثر من 650 ألف دولار خلال مزاد علني في ألمانيا. ويعد الجهاز العتيق ضمن أول 50 جهاز صنعها الشريكان ستيف جوبز وستيف ووزنياك في مرآة بمنزل والدي جوبز. وتم تصنيع 200 جهاز من هذا الطراز، ولا يزال 46 جهاز منها موجودة حتى اليوم، لكن 6 منها فقط هي التي تعمل. أثار حاسوب سيرو 7 الجديد إعجاب العديد من النقاد والعاملين بالأوساط التكنولوجية، وذلك لمواصفاته العالية في الوقت ذاته الذي حطم فيه حاجز $100 ليباع $99 فقط. وأشار تقرير نشر على مجلة تايم الأمريكية أن الحاسوب اللوحي الجديد يبلغ حجمه 7 إنشات ويعمل بنظام أندرويد 4.1 وبوضوح شاشة عالي، بالإضافة إلى معالج معلومات تصل سرعته إلى 1.6 جيجا هيرتز. وبكذي كملنا أخبار البرنت سكرين وراح ننتقل معاكم لفقرة يوزرز. في فقرة يوزرز راح نتعرف على أحد الطاقات الشبابية اللي تخصصت في مجال التكنولوجيا، عنده مشروع جدا ممتاز خاصة لكل اللي يشتغلون على تصميم 3D وراح يوفر عليهم الكثير من الوقت. خلونا نتعرف على هذا الشاب. أنا بدأ اهتمامي بتقنية المعلومات من سنة أعتقد 96 ولا شيء. حصلت كتيب تدريبي لنظام ويندوز 95 حزتها زين، ومنها عجبني موضوع الكمبيوتر وهالجهاز واهتميت به جدا. وأنا طبيعتي إذا أهتم بشيء أحب أعرف شلون يشتغل. الناس ما تعرفون الكمبيوتر فيه برامج وفيه الألعاب، أنا كنت مجنون شوي مع الألعاب من وأنا صغير، وتكملة إني أحب شلون يشتغلون حبيت أعرف شلون حتى الألعاب تشتغل. زين، فصرت مهووس بجهاز معين في الكمبيوتر يسمونه بطاقة الرسوميات أو الفيديو كارد. زين، وهذا السبب اللي خلاني أدش في الجامعة هندسة حاسوب، إني حبيت أعرف شلون هالبطاقات الرسوميات تشتغلون أكثر وأكثر. وأنا في الجامعة طورت هذه التكنولوجيا وصار ممكن يستعملون هالبطاقات في أشياء غير الألعاب. صاروا البنوك يستعملونها في التحاليل، صارت شركات النفط يستعملونها في التنقيب عن النفط، فقلت انا بستعملها بعد في شيء رياضيات بحته في مشروع التخرج، وهذه كان بدايه المشروع التخرج اللي هو طور الحين لشركه اكسا. المشروع هو يخدم كل المهندسين والارتست اللي يستعملون في شغلهم ال 3D او المجسمات الثلاثيه الابعاد. زين، هذه عشان نسوي لها بروسيسنج او لتحويل المعلومات الرقميه لصور وفيديوهات ممكن تشوفونها كافلام. العمليه يسمونها ريندرينج او تصوير، تصوير بلا صح. هذه تاخذ مئات الساعات. مشروع فكرته انه يسرع هذه العمليه. عندنا طلبه اللي استعملوا الخدمه اتصلوا فيني قالوا لي مشكور ان ساعدتهم في الاساينمنتس مالتهم، كانوا يعني عندهم مشكله في عمليه ان يخلصون البروسيسنج اي ريندرينج هاي حق الاساينمنت مالتهم في الجامعه، والحمد لله حليناها لهم. زين، في طبعا الخدمه لانها اونلاين فممكن اي احد في العالم يستعملها. في صاحب استوديو في ابو ظبي قال لي انه هو حرفيا ام كوتينج هيم انه هو شوكت باي البرفورمانس، لانه يعني اعطيناه سرعه 100 مره اكثر وبدون ما هو يشتري اي جهاز، بدون ما يشتري اي لايسنس اي سوفت وير زياده، بس يدش الموقع يرفع الفايل ويسوي له داونلود.
الطموحات المستقبلية، احنا المشروع اللي سويناه بكل صراحة اضطرينا نبني سوبر كمبيوتر زين عشان نسوي فيه هالسرعة كلها. فهل سوبر كمبيوتر ممكن نستعمله في أشياء ثانية؟ زين احنا الحين نستعملها حق 3D لأن حصلنا هذه بس أكثر سوق ممكن نحصل منه نفس ما أقول لك بزنس سنس في البداية. بس البحرين مركز مالي ممكن نستعمله في المعاملات المالية، ممكن نستعمل نفس السوبر كمبيوتر في التحليل مال النفط. فنبي نستعمل هالقدرة الحاسوبية عشان نطور مجالات أخرى في سوق البحرين. في الكلمة الأخيرة يعني هالشيء يمكن يكون غريب، زين أول مرة واحد في البحرين يسوي تكنولوجيا نفسية كذي، زين حتى أنا ما كنت متوقع روحي بسوي هالشيء. بس دائما الواحد يعني هو في طاقات مني بس ما عندهم الإيمان إنه ممكن واحد يسوي شيء، أوكي؟ إحنا بشر عاديين يعني شل اليابانيين ولا الأمريكان أحسن منه ويسوون تكنولوجيا، ممكن إحنا نسوي التكنولوجيا مني وحتى نطوفهم، وهذا إحنا قاعد نسويه في الشركة. مشاهدينا وصلنا لفقرة كومنت، وأكيد نستعرض فيها تعليقاتكم على موضوع حلقة اليوم. خليفة محمد يقول الكلاود كومبيوتينج ساعدني كثير في مشاريع الجامعية بحيث أنه كان دايماً عندي باك أب أونلاين. أما حفصة عمر تقول أتذكر يوم شريت ميموري 256 ميجا، حسيت يومها بفرحة كبيرة. إذا مشاهدينا كانت هذه تعليقاتكم على موضوع حلقة اليوم، خلونا ننتقل لحسن وهستوري. هذا البرنامج برعاية هيئة الحكومة الإلكترونية. تهدف الحكومة الإلكترونية دائماً إلى تقديم الوسائل التي تجعل حياة المواطنين أكثر سهولة. فالآن بإمكان فئة الصم أن يستفيدوا من أهم الخدمات الحكومية المتوفرة على bahrain.bh. ما عليهم إلا الاتصال بمركز الاتصال الوطني على 83.8001. من أي هاتف ذكي يوفر خدمة المكالمات المرئية أو عبر برنامج سكايب، حيث يمكنهم التواصل مع حساب الحكومة الإلكترونية إيجوب بحرين.
الخدمات التالية متوفرة حالياً: حجز موعد لاستخراج بطاقة الهوية، شروط ومعايير استحقاق الخدمات الإسكانية، الاستعلام عن سجل تطعيمات الطفل، مواعيد محاضرة تعلم السياقة، خدمة تسجيل الباحثين عن عمل. الحكومة الإلكترونية، حياة أسهل للجميع. في البداية كنا نستخدم السيدي علشان نحتفظ عليها بالمعلومات، تتذكرون صح؟ وبعدها بزمن اختلف الوضع، وصلنا نستخدم الفلاش ميموري والميموري كارد والهارد ديسك علشان نحتفظ فيها بكل المعلومات اللي احنا نبيها، بس كانت الأحجام جدا قليلة. أما في زمننا هذا صار الفلاش ميموري والميموري كارد والهارد ديسك يستوعب أحجام جدا كبيرة، ومن كان يصدق إن هالأجهزة الصغيرة ممكن نحمل عليها معلومات كثيرة وبأحجام وأشكال مختلفة تعجب الكل. رح ندخل كواليس أكبر وأشهر موقع بحث في العالم جوجل ونشوف وين يخزنون معلوماتهم في فقرة يوتيوب. Whenever you use a Google product, you're connecting to one of our data centers around the world. Let's take a look inside and see how they work. Google employees work here, keeping the data center up and running 24 hours a day. The networking room is the first stop on our data center floor. The equipment here routes requests to the right servers in the next room. These computers also allow our data centers to communicate with one another globally. On the server floor, powerful computers handle everything from billions of searches to hosting YouTube videos and protecting your email against viruses. We've custom designed these servers to be compact and energy efficient. To ensure you have access to your data whenever you need it, we keep each piece of data stored on at least two servers. We store another copy of the most important data on digital tapes. When a hard drive breaks, we erase all of its content. Then, for extra security, we destroy it with our disk crusher. The machines in our data centers are always working. Cooling towers like these pipe in water to cool them down and keep them running. When the water heats up, we pump it back outside where it evaporates. Now that you've had a glimpse, walk inside yourself. Explore a Google data center with Street View. اليوم في فقرة الحكومة الإلكترونية راح نتكلم عن خدمة جديدة تقدمها هيئة الحكومة الإلكترونية تهدف لتوحيد العمل بين كافة الهيئات الحكومية في مملكة البحرين. حياتنا اليومية مليئة بالصعوبات والتحديات، لذلك نسعى دوما إلى ابتكار الحلول وتذليل العقبات. في إطار التزام مملكة البحرين بأسس الديمقراطية وسعيه الحثيث للارتقاء في تقديم الخدمات العامة، كرست جهود عظيمة للعمل على إقرار التشريعات وسن القوانين التي تدعم تلك الأسس. خلال هذه المسيرة وجدت الكثير من التحديات في مختلف مراحل إقرار قوانين التشريعات، تتعلق بدقة المعلومات وقلة التكامل المؤسسي وصعوبة التواصل البيني، إضافة إلى عثرات في تدفق خطوات العمل ونقص المعرفة الضمنية بين مختلف الفئات.
تفادياً لتلك التحديات وتذليلاً للعقبات، جاءت فكرة العمل على تصميم النظام الوطني للمراسلات الإلكترونية زاجل. نظام زاجل عبارة عن منظومة إلكترونية تقوم بتحويل المراسلات بين الأجهزة الوطنية المختلفة من النمط التقليدي الورقي إلى نمط إلكتروني يتسم بالفعالية وبالسرية. يعد نظام زاجل واحدة من أمثلة، عبارة عن أمثلة أنظمة المعلومات بين الأجهزة الحكومية أو ما يعرف بـ G2G، وبالتالي استطعنا من خلال هذا النظام إيجاد تطبيق فعال كمثال عملي جداً حق إمكانية الربط الحكومي في هذا المجال. حيث ساهم نظام زاجل في دعم وتسهيل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال توفير بيئة آمنة للتفاعل الإلكتروني بين مختلف الجهات، فقد زود المستخدمين بنظام متطور يعزز تسيير الإجراءات ويؤمن النقل المعرفي بين مختلف المستفيدين. أهم أهداف مشروع زاجل تأسيس بنية مراسلات إلكترونية تتميز بالسرعة والكفاءة والسرية، مما يدعم اتخاذ القرار بين الجهات المشاركة في هذه المنظومة الإلكترونية، وبالتالي فإن يعني توفير هذه المنظومة سيساعد أصحاب القرار في الجهاز الحكومي والجهات الوطنية الأخرى، يعني بحيث أن يتخذون القرار بطريقة أسرع ووفق المعطيات اللي موجودة ووفق المعطيات والمعلومات اللي موجودة في بنية نظام زاجل. يعمل زاجل بتصميمه الدقيق على الارتقاء بالعمل التشريعي وتيسير تناقل المراسلات بين مختلف الجهات الرسمية وفق الأطر الموضوعية المتعارف عليها. طبعا أهم ميزة من مميزات نظام زاجل أن يعني يحقق مبدأ الفعالية في تبادل المراسلات، إلى جانب الموضوع أمن المعلومات اللي يعتبر يعني واحدة من أهم النقاط اللي يتميز فيها زاجل. ولابد أن أشير إلى أن نظام زاجل يعمل ضمن منظومة الشبكة الحكومية GDN، وبالتالي فإن عملية المراسلات تتم وفق بنية إلكترونية يعني ذات مواصفات عالية جدا، وبالتالي يعني حققنا كثير من الجوانب اللي تفيدنا في هذه النواحي. وقد ساهم زاجل في توحيد آليات الاتصال بين الجهات الوطنية تعزيزاً لمبدأ الشفافية في تبادل المعلومات على نحو يرتقي بالأداء المؤسسي ويرفع مستوى الكفاءة والدقة في إنجاز الأعمال. وقد كان لذلك أثر واضح في خفض التكاليف اللوجستية والحد من تباين التقارير والإحصائيات. زاجل يعد منصة تفاعلية متطورة وأحد الأنظمة الرائدة والداعمة للتقنية الخضراء. زاجل منظومة متقدمة تسعى لمزيد من الشراكات ضمن القطاع الحكومي في خطوة لتحقيق التحول المنشود إلى أنظمة عمل إلكترونية متكاملة، وتضم قائمة الجهات المستفيدة من المرحلة الأولى من هذه المبادرة كل من الديوان الملكي، مجلس النواب، مجلس الشورى، ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، مكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، وهيئة التشريع والإفتاء القانوني. حينما نتكلم عن نظام زاجل لابد الإشارة إلى أن نظام زاجل والله الحمد فاز بجائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة الأخير، وبالتالي حصل على إشادة عالمية واسعة. هناك كثير من الجهات الدولية والدول التي يعني طلبت العبارة عن الاطلاع على تجربة مملكة البحرين، لا سيما أن نظام زاجل يعني كنظام ليس نظاما عاديا من حيث عدد الجهات المشاركة في هذه المنظومة. أنت الذي يميز نظام زاجل والله الحمد أن قدرنا نربط العديد من الجهات المختلفة التي ربما تختلف في أنماط إدارة العمل، تختلف في مسؤولياتها، تختلف في صلاحيات كل جهة، ولكن والله الحمد تم التوافق للوصول إلى آلية يعني متفق عليها بحيث نقوم بتبادل المراسلات بطريقة إلكترونية آمنة. وكما أشرت سابقا فإن إن نظام زاجل سوف يعطي أو يضيف بعدا يعني إيجابيا جدا بالنسبة حق عمليات التشريع وعمليات المراسلات المتبادلة بين الجهات التشريعية والجهاز التنفيذي واللي هي الحكومة. زاجل بيئة آمنة للتواصل الإلكتروني.
مثل ما شفنا زاج المشروع مميز وجميل وراح يساعد كل العاملين في الهيئات الحكومية في كل أنحاء المملكة. أما الحين فراح ننتقل لفقرة The Latest مع فاطمة. آخر ما توصلت للتكنولوجيا في مجال تخزين المعلومات فلاش ميموري، لكن مو مثل أي فلاش ميموري. ملفاتنا الإلكترونية تزداد باستمرار، ولكن تطور الملفات يصاحبه تطور تكنولوجيا تخزين المعلومات. قدمت إحدى الشركات المعروفة في مجال أجهزة التخزين المتنقلة أقوى جهاز متنقل على الإطلاق، جهاز ذو سعة 512 جيجا بايت وجهاز آخر ذو سعة 1 تيرا بايت، وبحجم صغير مناسب للجيب وبسرعة نقل عالية جدا للملفات. هذا الجهاز سيشكل نقلة نوعية بلا شك فيما يتعلق بتكنولوجيا تخزين المعلومات. كلاود كومبيوتينج هي من الأنظمة الجديدة اللي صارت منتشرة بفضل الإنترنت. هي باختصار أن الواحد يقدر يخزن ملفاته في مكان معين على الإنترنت، هالمكان يسمونه كلاود أو الغيبة. بعد تخزين الملفات في الكلاود، نستخدم هالملفات على كل أجهزتنا الإلكترونية مثل الكمبيوتر واللابتوب والتليفون. فمن خلال الخدمة ممكن الواحد يستغني عن الفلاش ميموري ومن مشاكل وجود الملفات في أكثر من مكان. حالياً في وايد من المواقع والبرامج اللي تقدم هالخدمة، أشهرها دروب بوكس وجوجل درايف، وعندنا شركات حابه تخلي الخدمه خاصه باجهزتها مثل شركه ابل وخدمه اي كلاود. الخدمه جدا عمليه ومفيده، لكن لاي قرار تبادها بالانترنت، لكن هالشيء شوي شوي ينتشر والانترنت يتسرع وما راح يكون هناك اي مشكله مع الوقت. مشاهدينا وصلنا معاكم لفقرة الفوتنج اللي نطرح فيها كل مرة سؤال التصويت، أكيد ننتظر تصويتكم عبر موقع البرنامج. طبعاً الإجابة على السؤال تقدرون تدخلون على موقع هيئة الحكومة الإلكترونية في الفيسبوك e-government بحرين وتدخلون على رابط البرنامج. سؤالنا لليوم يقول: ما هي أفضل طريقة بالنسبة لك لحفظ أغراضك الخاصة ومستنداتك؟ الفلاش ميموري، جهاز الحاسوب، اللابتوب، الملفات المطبوعة، أم حسابك الإلكتروني مثل جيميل دوت؟ طبعا مشاهدينا هاي كان السؤال واللي ظهرت نتائجه كالتالي: تعودتوا أكيد مشاهدين أن في فقرة كويز نطرح سؤال واللي جاوب عليه بطريقة صحيحة يدخل معانا سحب على جائزة إلكترونية مقدمة من هيئة الحكومة الإلكترونية. وسؤال حلقة اليوم هو: نظام إلكتروني للمراسلات والأرشفة مقدم من هيئة الحكومة الإلكترونية، يربط بين سلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال منظومة آمنة للربط المؤسسي، البريد الإلكتروني، زاجل أم المكتب الإلكتروني؟ الفائز في سؤال الحلقة التاسعة راشد علي راشد الحربي، ألف مبروك يا راشد. شاركونا الإجابة على هذا السؤال عن طريق الدخول على موقع هيئة الحكومة الإلكترونية bahrain.bh والدخول على رابط البرنامج. إذا مشاهدين تكلمنا في حلقتنا اليوم عن موضوع مهم جداً ومتجدد ويأثر أكيد على كل مستخدمي تكنولوجيا، وهو موضوع وسائل التخزين. طبعاً اليوم بعد تعرفنا شلون نعرف أنواع التخزين وشنو المميزات وشنو العيوب وشنو الأشياء اللي تناسبنا. بالفعل حسن، لأن اللي يناسب الشركات وتخزين معلوماتهم يمكن ما يناسب الأفراد. في نفس الوقت حتى الأفراد بينهم وبين بعض تختلف طريقة استخدامهم واحتياجهم للتخزين، فبالتالي لازم كل شخص يعرف النوعية اللي تناسبه من وسائل التخزين. يعني مع ختام الحلقة هذه أحسن نصيحة لكم ومشاهدينا، فإن شاء الله نلاقيكم في حلقة جديدة من برنامج الإيشو الأسبوع الجاي. في أمان الله.
هذا البرنامج برعاية هيئة الحكومة الإلكترونية.